شهدت اليوم عين الفوارة بولاية الصيف عملية اعتداء ثانية نفذها شاب مختل عقليا. قناة الشروق زارت مقر إقامة منفذ العملية ورصدت التفاصيل التالية في تقرير سمير خامش. عين الفوارة بمدينة الصيف تعود إلى سطح الأحداث اليوم بعدما أقدم شاب بالاعتداء عليها بالمطرقة في مشهد مثير. منفذ العملية أحمد بوفلكا من بلدية بير العرش شرق ولاية الصيف، يبلغ من العمر 35 سنة، مختل عقليا عرف بتناول المهدئات التي إن غابت عليه يدخل في حالة هيجان، كما كان حاله اليوم مع عين الفوارة. أحمد هذا راه ولد خويا، ولدي راه مريض مسكين، مريض عقليا، راه مدة 10 سنين هو يداوي، وضو خويا يمشي بالدواء، وضو كل مشي راه ساعة ساعة ما ياكلهمش الدواء. كيما ياكلش الدواء السماكي عاد عنده العيل هذا زعما معولين عليها وهي ما يخش رايحه. مسكينه مريضه، الله مريضه يعني ماهوش يعني مريض ثاني ساعه على ساعه يهزو خاوتو لعباسها. اقارب احمد يطلبون من كافه الناس ان يعذروا هذا الشاب لانه من الذين رفع عنهم القلم، وهجومه على عين الفوارة ليس له اي خلفيه. نحكم على ولد عمي احمد اللي حطم عين الفوارة اليوم، هو انسان شويه مريض على حد شويه تاع ساعه وتزيد، ونطلب منكم يعني بعد اجراءاتكم تسمحوا له، هو الله غالب عليه كل ساعه يتدري الحال ياكل في الدواء. محمد هذا مخلوق راه مريض، مهم دهورت الحاله تاعو وراح كسر عين الفوارة. بعد عباس الذي فعلها منذ 10 أشهر جاء احمد بنفس الطريقه، الاثنان يشتركان في غياب